اول حاجه ان شاء الله غادي نشرحوا الموقع تاع التعدين هاسفلير كما كتشوفوا، هو معروف وقديم هذا هاسفلير التعدين. انا مستثمر فيه ودابا غادي نزيد نستثمر فيه واحد تقريبا واحد $1000 لحقاش هذا الموقع هذا كيطلب واحد شويه مثلا يكون عندك واحد المبلغ باش تقدر تسحبه، ماشي مثلا تجمع $20 ولا $30 تسحبها، لا شي تقريبا شي $250 ولا تسحبها. ان شاء الله هادشي غادي نشوفوه في الموقع. اول حاجه ان شاء الله باش تسجل كتكليكي هنايا تسجل، راه ساهل كدير الايميل ديالك والمدينه فين ساكن، المغرب، الجزائر، تونس، مصر، المهم المود باس، تعاود المود باس هنايا، هنا دير فين فاش زايد تكليكي هنايا وتسجل. انا راني مسجل في الموقع، غادي ندخل الموقع ديريك. كما كتشوفوا هذه هي الارباح ديالي، هذه هي الارباح. انا مسجل من هذه شحال في الموقع، ماشي هي ما شرحتوش ولكن اليوم بغيت نشرحه حقاش عجبتني الخدمه فيه، الارباح ديالو عاديه ماشي شي ارباح مغريه. ان شاء الله غادي نجي نستثمر فيه. تقريبا كيعطيني واحد $2.84 في النهار. هنا كتعطيك الارباح ديالك بالنسبه، كاينين بزاف الباقه تقدر تشريوها. انا كنفضل الباقه الاولى، كنفضل الباقه الاولى، هذه هي الباقه. كما كتشوفوا في الشهر تقريبا $85 بالنسبه لنا هنا في المغرب، $85 مزيانه تقدر بعدا تخلص بها الانترنت والامور ديالك والضو والماء، راه تخلص لك هذا الشيء بعدا، الثلاثه هادو بعدا تخلصهم لك تنيك منه. اول حاجه باش تبدي تشري باقه كتجي لهنا كتكليك هنا كتختار شحال باغي تشري، مثلا واش واحد تيرا ولا اثنين ولا شحال باغي تشري. مثلا انا 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 غادي نشري 1000، اوكي غادي نشري تقريبا 1080 دولار تقريبا، وبحال ولا نزيد نشري عاد هاد الارباح اللي راه عندي هنا. تكليكيو هنا 1080 دولار تجيكم 13.14 ATF اش. الا بغيتو تعرفوا شحال غادي هادي شحال غادي تبقى تعطيكم من الارباح غنوريكم باش تعرفوا كديرو. مثلا كتجيو لهاد السيت هذا، هاد السيت غادي نخليه لكم تحت الفيديو اللي بغا باش يعرف الارباح ديالو. دايرين هنا هنايا هادي كيما كتشوفوا تي اش، كنديرو 13، دير 13.5 نعاودو نرجعو نشوفو. هكدا شوفو هنايا لا ماشي هنا الاخوان، هنا حنا رحنا غلط، هنايا 13.5 نديرو صفر. كما كتشوفوا $7.75 هذه هي الارباح اللي غادي تبقى تجينا يوميا. $7 مع هذا $2 تقريبا تبقى تجينا واحد $9 حتى $10 في النهار، ارباح مزيان. كليكو هنايا غادي نكليكو هنايا، هنا كيقول لك تختار تقدر تخلص بالباي بلا كارت. انا كنصح بالبيتكوين، نصيحة ديالي بالبيتكوين. كما كتشوفوا غادي نجي نكليكو هنايا، كليكو هنا كما تشوفوا عطانا الادريس وعطانا الكميه اللي خصنا نصيفطوها، هذه هي الادريس. غادي نصور غير بالتليفون، غادي نصيفطها غير بالتليفون بلا ما ندخل البروكسيون ديالي، غير بالتليفون غادي نصور هذه ونصيفطها ديريكت.
مش الأدرس. مبغيتش تمشي غادي نولي نحلو كاع من هنا البلوكشين، نحلو من هنا شفتها من هنا، نديرو تسجيل. كما تشوفوا هنايا غادي نكليكيو هنايا، غادي نكوبيو الادريس، هذه هي الادريس، هذه هي كما كتشوفوا هنا. نكوبيوها، غادي نكوبيو الثمن بالبيتكوين كيما راه هنا، نكوبيوه نحطوه تمايا هنايا كيما كتشوفوا، واحد 1077 دولار. غنكليكو هنا يس، كيما كتشوفوا كونفيرمي، كونفيرمات مشات، راها بيندين. غادي نتسنى، غادي نوقف الفيديو ما حتى توصل ورد الفيديو. رجعنا لكم الاخوان، كما كتشوفوا راه جوج كونفورماسيون هنايا. انا ما بغيتش نحيد هاد الصحاب باش نوريكم واحد الحاجه. هنا قال لك مثلا الا صيفطت شي مينصا مثلا بيلونس ولا شي حاجه خصك تزيد لي فري. المهم كما انا صيفطت هادشي اللي عطيني هنا صيفطو وجدت لي فري مثلا البلوكشين، كيحيد لي فري اوتوماتيك من الفلوس اللي عندك في البلوكشين، ما كيحيدهاش من الفلوس اللي غادي تصيفطها. هادي في زوين البلوكشين. بالنسبه للمنصات الاخرين راه خصك تزيد لي فري، باش مثلا الا داير لك هادشي مثلا السيت خصو يوصلو هادشي نيشان. غادي نرجعو للسيت، كما كتشوفو ها هي ولات لي هنا 18.52. الحمد لله هادي غتبقى تعطيني ارباح مزيانة. غادي نبلعو الشيت ونشدو نشوفو واش غادي تغير الارباح ولا يمكن اليوم ما تغيرش حتى الغدا غادي يقدرو يعطيونا. بس مزيان الشيت راه غد تسجل اليوم غدا يبداو يعطيوك الارباح، هادشي باش عجبني. الحمد لله دابا ندير لكم السحب، اي واحد الشهر ان شاء الله غادي ندير واحد السحب منو باش نتاكدوا من لي السيت. الحمد لله كي خدام مزيان، انا ما بدلناش ان شاء الله. نقدر نعاود واحد الفيديو اخر باش نوريكم الارباح ديالي في هذا السيت هذا. دابا راه ما بيناش هنايا بلي حتى الغدا عاد يديروها ليا. كما كتشوفوا هنايا هما صيفطوا لي ميساج قالوا لي ثانك يو فور يور اوردر، واللي راه درت واحد الاوردر. كنت شفت لهم اليوم، شفت لهم واحد الميساج انا علاش عجبوني باش استمرت هاد 1000 دولار. كيما كتشوفوا انا شفت انا مع 2.53، شفت لهم ميساج قلت لهم ودي راني باغي ندير، قلت لهم ويدراو، باغي ندير ويدراو لهاد هاد الفلوس اللي عندي. جاوبوني باش عجبوني، شوفوا تقريبا الوقت كملاش واحد ربع ساعة ولا بحال هكاك كاع 20 دقيقة ما واصلات، جاوبوني ورد عليا سيبور، نترجموها بالعربيه باش كلشي يفهم. قالت الحد الادنى المبلغ السحب هو 0.03، هي باش تكونوا عارفين باللي ما تقدرش تسحب تجمع هاد الكونتيتي هادي نتاع السحب. هي تقريبا بالدولار كما كتشوفوا واحد 200 278 دولار، عاد تقدر تسحب. هي باش نتفاهموا الاخوان، ماشي تجمع هنا 20 دولار ولا 10 دولار وتقول لي راني باغي نسحبها. يبقى الاخوان كي نديرو نسحبو راه مابغاش تسحب السيت راه نصا، راهم قالوا لك باش تسحب خصك تقريبا 0.3. حتى هادي غادي نزيد نستثمرها، هادي حتى هادي غادي نزيد نستثمرها باش تكون عندي ارباح مزيانه. وعاد غادي ان شاء الله غادي نصبر واحد الشهر وغادي ندير لكم واحد الفيديو ان شاء الله نتاع السحب من هذا السيت هذا. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. بالنسبه للريفيرال تلقاوه تحت الفيديو اللي بغى يتسجل معايا في الفريق ديالي مرحبا به. ونتمنى انكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله راه جايين واحد الفيديو ولا جوج فيديوهات ان شاء الله مور هادو، وتا هما غادي يكونوا مزيانين وغنخليهم تا هما مفاجاه. حتى دابا نقول لكم الله يعاونكم وتهلا فرصكم.